الواقع المرير الذي نعيشه، معتبرة أن الكابيتال كنترول يقضي على ما تبقى. رئيس الرابطة حسن مغنية تحدث لصوت لبنان قائلا: لن نسكت. أصلا بعد سنتين ونص على بداية الأزمة ما بقى ينفع الكابيتال كنترول لأنه ما في مصاري. هذا القانون يلي هني بدون يعملوه فقط لحماية المصارف من الدعوة القضائية. هذا شيء ما رح يمر، وبدنا تحديد المسؤوليات قبل ما كنت اعمل كابيتال كنترول، اعاده الاموال المهربه، تثبيت سعر الصرف واعاده هيكل القطاع المصرفي. عضو الوحده القانونيه في رابطه حقوق المودعين ديالا شحادي اعتبرت بدورها انهم يحاولون اسكات القضاء عبر الكابيتال كنترول. طرح هذا المشروع الوقح الفاجر بالنظر للي بيعرفوا شو مدى الخروقات الدستوريه الفظيعه الموجوده فيه. من الاسف انه نشوف هذا القانون عم يطرح بكره والمودعين رابطة المودعين عقدت مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة، وعدت فيه بخطوات تصعيدية للوصول إلى الحقوق. تراز الخوري، صوت لبنان.